كعادتها في المواعيد الكبرى ستسجل جماهير الدم والذهب حضورها وبأعداد كبيرة في العاصمة القطرية الدوحة بمناسبة المشاركة الثالثة للترجي في كأس العالم للأندية، وسط حديث عن أرقام تتجاوز عدد الجماهير التي حضرت في اليابان 2011 والإمارات العام الماضي بعد نفاذ تذاكر المباراة الأولى ضد الهلال السعودي التي خصصتها الفيفا للفريق. بالنسبة للجماهير عدد كبير وكبير جدا من مشجعي الترجي الرياضي اتصلوا بينا باش يقتنيوا التذاكر، اخذين دفعة أولى ثم دفعة ثانية، والآن عنا دفعة ثالثة تحصلنا عليها على الموافقة نتاعها من عند الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإن شاء الله التذاكر يوصلوا خلال الأسبوع هذا ولا على أقصى تقدير بداية الأسبوع القادم باش يتسلموها أصحابها ويسافروا إن شاء الله للدوحة. جماهير الترجي ستجدد العهد مع الملاعب القطرية بأعداد أكبر من تلك التي سجلت حضورها بداية العام الماضي في مباراتي السوبر التونسي والإفريقي، خاصة مع ارتفاع عدد الجماهير التي ستتحول من تونس عبر رحلات عديدة لتنضم لرابطة مشجعي شيخ الأندية التونسية في قطر لصنع الحدث على المدرجات. السنة في الدوحة كالعادة جمهور الترجي الرياضي التونسي باش يكون حاضر وبعدد يظل أكبر من عام ناول، على خاطر احنا متأكدين للسنة في كأس العالم هذا باش تكون نتيجة طيبة. احنا ديما ورا الترجي، ديما نشجعوا في جمعيتنا باش نكونوا بعدد كبير ياسر ياسر ياسر، حياتنا كاملة نتابعوا فيها، حياتنا كاملة ندبلاسيو معاها. تونس، مستير، بنغردين، اليابان، المغرب، معناتها الروح والدم نفدي كترجي. الجمهور عندنا من تونس، كسوا من تونس ولا من قطر، حتى ثم عباد جايين من باريس من كندا، دونك ان شاء الله بشوفوا جمهور كالعاده عالمي في الدوحه المره هذه ان شاء الله. وان شاء الله جمهور ترجي الرياضي التونسي يعطي صوره كبيره باسم تونس كل، ونشكروا الملاعبيه الكل، وان شاء الله الملاعبيه يكونوا واعيين بالشيء هذا، يعملونا طرح باهين ونربحوا طرح الاولاني السعوديه، علاش لا؟ ما ثم شيء صعيب على الترجي الرياضي التونسي. نعيد ونذكركم مشاهدينا بأن الترجي التونسي يخوض أولى مبارياته في 14 من ديسمبر أمام بطل دوري أبطال آسيا الهلال السعودي، ونذكر بأن المباراة الافتتاحية تقام اليوم بين يانغا من كاليدونيا الجديدة والسد القطري حامل لقب الدوري القطري والمضيف لهذه البطولة النسخة 16 من كأس العالم للأندية. والحمد لله يا ربي كما قال المشجع. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية ساعة المونديال، نتمنى حظ موفق للسد القطري اليوم في مباراته الافتتاحية. إن شاء الله يوم غد في نفس المكان ونفس الزمان نلتقيكم مرة أخرى. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء. إلى اللقاء.